شباب، تمام يا شيخ، اسمع حضرتك. ايه بس احنا كنا وصلنا للجزئيه دي وقدرنا نعمل مين نقدر او قدرنا نعمل سيميلاريتي بين البيبي اللي موجود في الامبيريكال كورد اللي بيعمل كونكتد المذر مع البيبي، وده كده اللي هي كانت النوت كانت موجوده هنا. في كمان من ضمن النوتس اللي كانت موجوده كان عندي حاجة تاني في الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم بيعمل كاري الفاتي اسيد والجليسرول والفيتامين اكيد. من الفيتامين اكيد احنا محتاجين فيتامين كي. الفيتامين كي ده بيحصل له ترانسبورتد للليفر، ولما بيعمل ريتش للليفر الليفر بيبدا يستخدم الفيتامين كي عشان يعمل سبستنس كانت اسمها ايه؟ بروثرومبين، فاكرين؟ اللي هي هيلث ان بلاد كلوتينج. شباب تمام يا مستر، بس الصوت بيقطع شوية صغيرين. بس معلش عشان النت ده انت عارف يقوم الدنيا. نرجع تاني. لو انا عندي ريد بلاد سيلز موجوده في الكوك يا جماعه، عندي ريد بلاد سيلز في الكوك بتاعتي، الجزئيه دي كنت شرحتها تقريبا في المدرسه وهقولها تاني اهو. لو انا عندي ريد بلاد سيلز موجوده في الكوك، دي ريد بلاد سيلز موجوده في الكوك بتاعتي وعايزه توصل للبرين، فعايزين كنا نعرف الباث واي بتاعه عشان توصل للبرين. عندي ريد بلاد سيلز موجوده في الفود، تمام، ومحتاجين نعمل لها او هي بتعمل سيركيليشن عشان توصل للبرين. مين يعرف الباث واي بتاعها؟ شباب الباثوي يا جماعه بتاع الريد بلاد سيلز الموجوده في الفوت عشان ريتش برين. كان هيبقى سامعيني كده ولا مش سامعيني؟ سامعين حضرتك يا مستر. الريد بلاد سيلز الموجوده في الكوت عشان توصل للبرين عندي هتبدا الباث واي بتاعها عن طريق الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا هيعمل لها كارينج، تمام، هيعمل لها كارينج للرايت اتريوم. الرايت اتريوم بيعمل لها ديليفري للرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل هيعمل لها ديليفري لللنج عن طريق البالمونري ارتري، تمام. البالمونري ارتري هيديها لللنج، اللنج هتبعتها للبالمونري فين. البالمونري فين بيعمل لها كاري للليفت اتريوم. الليفت اتريوم هيعمل لها ديليفري للليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل هيعمل لها كاري للبريري ثرو اورتا. ده الباس واي بتاع ريد بلاد سيلز كانت موجوده في الكوت عشان توصل للبرين بتاعك. لازم تاخد سيركيليشن جوه الهارت، لازم توصل للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم رايت فنتريكل، من الرايت فنتريكل للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم للليفت فنتريكل، وبعدين يحصل لها بامب او بوشنج او ورطة عشان توصل للاورجن اللي هي رايحه له. تمام؟ تمام يا مستر. من ضمن النوتس اللي تكتبوها عندي انه اي فين عندي بيبقى كاري كربون دايوكسيد. طب ما احنا عارفين النوت دي كده، قال لي اي فين بيبقى فيه كاري كربون دايوكسيد وبيبقى تحت او اندر لو بريشر،
بيبقى البريشر بتاع الفين بيبقى لو بريشر، الضغط في الفين بتبقى قليله جدا زي الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا، بيبقى البريشر فيهم سمول. تمام. واي ارتري الارتريز عندنا بتبقى كاري اوكسجينيتد وبيبقى اندر هاي بريشر. الا كان في ارتري وحيد اللي هو كاري كربون دايوكسيد، البلمونري ارتري كان بيعمل كاري كربون دايوكسيد بس تحت مين؟ تحت هاي بريشر، لان هو بيحصل له بامبنج عن طريق الرايت فينتريكل، والرايت فينتريكل بيبقى البامب بتاعه هاي، فبالتالي بيدينا هاي بريشر في البلمونري ارتري. يبقى الارتري الوحيد اللي كان فيه كربون دايوكسيد كان البلمونري ارتري، وبيبقى عندنا هاي بريشر. الفين كلها بيبقى فيها البلاد كاري كاربون دايوكسيد وبيبقى تحت لو بريشر. ماشي يا شباب؟ تمام يا مستر. النقطة الثانية كمان من ضمن الحاجات اللي هنقول عليها جزئية كده مرتبطة بالجزء بتاع الهيباتيك بورتال فين. أنا قلت إن الهيباتيك بورتال فين ده الليفر وده كده السمول انتستن، وكان في بينهم الهيباتيك بورتال فين. في عندي 3 أورجن بيبقوا متوصلين بالهيباتيك بورتال فين، يعني في 3 هنا أورجن اللي هم كان السبلين والاستومك والبنكرياس بيبقوا بور الكونتنت بتاعتهم في الهيباتيك بورتال فين. يبقى السمول انتستن والسبلين والبنكرياس والاستومك دول كلهم متوصلين بالهيباتيك بورتال فين. كان في كويستشن الناس بعتها كده، كان جايب الهارت، جايب لي الهارت عامل لي درو هو للهارت كده وعامل سيكشن في الهارت. طبعا معروف انه اللور بارت في الهارت ده اللي هو مين؟ الفنتريكل، فبالتالي لازم يكون عندي في اللور بارت تو تشامبر. بس الفرق بينهم ايه بقى؟ انه الليفت فنتريكل هيبقى مور سيك، يعني لازم يكون اثنين تشامبر عندي هنا ويكون هنا مور سيك عن الرايت فينتريكل. كان في كويتشن عندكم في الكتاب كده، عامل لكم انكلاين لاين كده، جايب لاين انكلايند وبيقول لي هنا انهي دايجرام ريبريزنت السكشن اللي احنا عملناه فين؟ في الهارت. ماشي يا شباب؟ كان في كويستشن كمان تاني بيقول من خلال الاستادي بتاعتك كان جايب لي اليوجلينا، عامل لي درون اليوجلينا وبيقول لي اليوجلينا دول من المايكرو ليفنج اورجانيزم اللي بتعيش في الستاند ووتر، بس الميزه اللي فيها انها عندها كلوروبلاست وعندها اي وعندها فلاجيلا. بيقول لي من خلال الاستادي بتاعتك ايه الفانكشن بتاعت الفلاجيلا بالنسبه لليوجلينا؟ قلت له طالما عندها كلوروبلاست يبقى هي بتقدر تعمل فوتو سينثيسيس، الفلاجيلا دي بتعمل بيها موف عشان توصل للمكان اللي فيه لايت، يعني هي معاها اي سبوت كده زي بقعه زي عين كده بتبص على المكان اللي فيه لايت وبتبدا تعمل موفمنت في الفلاجيلا بتاعتها عشان توصل للمكان اللي فيه لايت. ده كان في الاكزامبل بعد الشابتر عندكم. مستر معلش الحته دي تاني. تاني الحته دي كان جايب لي درو كده للمايكرو ليفنج اورجانيزم اسمه يوجلينا،
وبيقول لي عندها مش عارف اي سبوت وعندها كلوروبلاست يعني تقدر تعمل فوتو سينثيسيس، عندها كلوروبلاست وبتعمل فوتو سينثيسيس، بس ايه الفانكشن بتاعت الفلاجيلا بالنسبه للجزء بتاع او بالنسبه للنيوكلينا او بالنسبه للمايكرو ليفنج اورجانيزم؟ واقول انه بيستخدم الفلاجيلا اللي هو اللاين ده كده الفلاجيلا بيعمل له يوز عشان يعمل موف، عشان يعمل موف توورد اللاين. تمام؟ موف تورد ايه يا مستر؟ موف تورد ايه؟ ابتدي فين؟ توورد اللايت. توورد بتعمل موف باي فلاجيلا توورد اللايت تو ميك فوتو سينس بروسيس. في بعد دي في شابتر كام يا مستر؟ ايه؟ دي في شابتر كام؟ ده تقريبا كان شابتر بعد شابتر 1. ده كان في اكزام بعد شابتر 1 عندكم، بعد الهند بتاعت الشابتر 1 كان جاي اكزام على الشابتر في الكويستشن ده. اخر كويستشن متهيألي كده كويستشن كان من ضمن اللي هي الميسيلينيس كويستشن عندكم. تمام؟ انا الصراحه برضو مش فاهمها. مش انا فاهم بس مش فاهم السؤال لسه الصراحه. هو بيقول لك ان ده نوع من المايكرو ليفنج اورجانيزم، ايه الفانكشن بتاعت الفلاجيلا اللي موجوده عنده؟ هقول له عشان يعمل موف توورد اللايت، بتساعده انه يعمل جلد موفمنت توورد اللايت. مش هو عايز يعمل فوتوسينث بروسيس؟ تمام. انا مش عاوز ده فوتوسينث بروسيس. عنده كلوروبلاست وهو من الحاجات اللي سموليسيت جدا، فهي ممكن تكون في مكان ما فيهوش لايت، عشان توصل لللايت لازم تعمل موف باي فلاجيلا. هو بس عايزك يعني تظبط الكويستشن ده على الاستاد بتاعتك. هو ده كده طالما عنده كلوروبلاست بيعمل فوتوسينثيسيس وهو عايش في الووتر، اكيد اللايت ما بيوصلش، ممكن يكون عشان هو مايكرو ليفنج اورجانيزم حظه السيء جاي في شيد اريا اللي هي مكان في ظل، فمش هيوصل له لايت، فمش هيعرف يعمل فوتوسينثيسيس، فهيموت. لا، يبدا يعمل موف بالفلاجيلا بتاعته باتجاه اللايت. تمام يا مستر. تمام. تمام. يعني الفلاجيلا بتاعته دي يا مستر دي اللي بتحركه يعني؟ ايوه، الفلاجيلا دي هي اللي بتحركه عشان يروح اتجاه اللايت. تمام. تمام يا مستر. تمام. ماشي. كان بيقول لي كده اللي احنا كنا بنعمل تشينج الجلوكوز لفركتوز 1 فوسفيت، وبعد ليه كنا بنعمل تشينج الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت وبعدين بعمل له تشينج لفركتوز 6 فوسفيت وبعدين بعمل له تشينج لفركتوز 1 6 داي فوسفيت والكلام ده كله؟ هقول له عشان الجلوكوز بيبقى ستيبل، فلما بيعمل بايندنج مع الفوسفيت جروب بيبقى ان ستيبل، فبيبقى سهل ان يحصل له سبليتنج. فاكرين الجلايكوليسيس؟ بالنسبه للجلايكوليسيس كان فيه في الاول الجلوكوز بيعمل بايندنج مع فوسفيت جروب فيحصل له تشينج لجلوكوز 6 فوسفيت، وبعدين بيحصل له تشينج لفركتوز 6 فوسفيت، وبعدين تشينج لفركتوز 1 و 6 داي فوسفيت. حته البايندنج بتاعته والتشينج من جلوكوز لفركتوز بيعمل بايندنج مع الفوسفيت عشان تخليه انستيبل، فبالتالي يبقى سهل ان يحصل سبليتنج. تمام؟ تمام. في جماعه كانت النقطه في الفوتوسينثيسيس بروسيس كنا بنقول انه انا عندي الاي دي بي في الكلوروبلاست في الجراما ديسك بتعمل بايندنج مع البي فيحصل لها تشينج لـ ATP. البروسيس دي بنسميها فوتو فوسفوريليشن. فوتو طالما هي حصلت في الجراما ديسك يبقى اسمها فوتو فوسفوريليشن. تمام؟
شباب. تمام يا مستر. في الانر ميمبرين اوف مايتوكوندريا، في الانر ميمبرين بتاع المايتوكوندريا كان بيحصل عندنا تشينج من اي تي بي بلس بي تبقى اي تي بي، كنا بنسميها اوكسيديتيف. اسمها ايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يبقى اللي بتحصل في الميتوكوندريا اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، اللي بتحصل في الكلوروبلاست في الجرانوليس اسمها فوتوفوسفوريليشن. ماشي كده الامور؟ تاخدوا بالكم من التريبسين والبيبسين. لو انا حبيت اعمل كومباريزون بين التريبسين والبيبسين، هما الاثنين ليهم نفس الفانكشن، الفانكشن بتاعتهم انهم بيعملوا دايجست لبروتين تشينج تو بولي بيبتايد او بيبتون. بس تلاحظوا انه السايت بتاع الاكريشن بتاعهم مختلف، البي اتش بتاعهم مختلف، الاكتيفيتور بتاعهم مختلف، الان اكتف فورم بتاعتهم مختلفه، السايت اوف اكشن بتاعهم مختلف. يبقى خد بالك هما الاثنين ورك ديفرنت بي اتش، واحد منهم بيزك وواحد اسيدك. طبعا ده كده بيزك هنا اسيدك، هنا من 7.5 ل 8، هنا من 1.5 ل 2.5. الاكتيفيتور بتاعهم التريبسين جين كان الاكتيفيتور بتاعه كان اسمه انتروكينيز انزايم، البيبسين كان الاكتيفيتور بتاعه اسمه بيبسين اسمه اتش تي ال الاكتيفيتور. كان في عندي السايت اوف سكريشن التريبسين جين بيجي من البنكرياس، البيبسين جين بيجي من سمول من الاستومك. السايت اوف اكشن التريبسين كان بيشتغل في السمول انتستين، البيبسين كان بيشتغل في الاستومك. عندنا دي كده كومباريزون بينهم، لكن الفانكشن بتاعتهم هما الاثنين سيم فانكشن، بيعملوا دايجست للبروتين تو بولي بيبتايد. تو بولي ايه؟ بيبتايد. ده كده النوت المرتبطه مثلا بالدايجستشن. لو احنا عملنا ريموفال او في عندنا مايكروب او بكتيريا جت عملت ديسترويد للفيلاي، حصل ديسترويد لمين؟ للفيلاي السمول انتستين. هل هنقدر نعيش من غير الفيلاي الموجوده في السمول انتستين؟ شباب لا عرفت، لانه مش هيحصل ابزوربشن، يعني الفود يعني الدايجستشن كده هيعمل دايجستشن، بس دي هتبقى عندنا مشكله او بروبلم انه ما فيش فود هيحصل له ترانسبورت لميل للبلاد واللينف بتاعنا، فبالتالي البادي مش هيعرف ياخد الفود، فبالتالي البادي بتاع السيلز بتاعت البادي هتعمل ستوب هيحصل لها ضايع. فخدوا بالكم من غير سمول انتستن وذاوت سمول انتستن دايجستيف سيستم كله ملوش لازمه، لكن ممكن نستغنى عن بارت من اللبن سيستم، ممكن نستغنى عن بارت من او ممكن نستغنى عن الاستومك، لكن ما اقدرش استغنى عن السمول انتستين نهائي. لو جيت سالت اكسبلين البايل جوز الاكسكريتوري سبستانس من الليفر، ليه البايل جوس دي اكسكريتوري سبستانس من الليفر؟ على بناء على الاستاد اللي انت او بناء على الاستاد بتاعتك السنه دي. الناس نامت؟ شباب مستر احنا بس الصوت بيقطع.
تاني على شويه. البايل جوس، البايل جوس لو انتم شايفين اهو البايل، البايل جوس اللي هي is made up inside the liver. Bile juice دي بنعتبرها excretory substance. طبعا احنا مش شايفين حاجة عملية. ايه؟ مستر هي حاجة عملية بتكتب واحنا مش شايفين. البايل جوس ليه excretory substance؟ ليه excretory substance؟ مادة اكتراضية. الليفر بيعمل لها سكريت على الفود لما يعدي من الدودن. عشان يحول الفات و... بس اهم حاجه هو عملها منين؟ ما هي ليه سبستانس عملها منين؟ اه من المراره اللي هي الجال بلادر دي. ايوه اللي هي ديد ريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز اللي هي عدت ال 120 يوم او خلاص عمرها انتهى بتروح للليفر عشان بياخد منها البروتين اللي موجود في الهيموجلوبين يعمل منه البايل جوس، والايرن يفضل في الليفر. عشان كده بنقول انه الليفر او الكبده مليانه حديد للناس اللي عندها انيميا. تمام. ده في خلال الاستادنج بتاعتي انا دايما اي كويشن احاول اظبطه مع الاستادنج بتاعتي. كمان في اسئله بتبقى بتربط ما بين شابتر 1 وشابتر 3 او شابتر 2 قصدي. ايوه ما هي بحاول اربط شابتر 1 بشابتر 2. انا ما فيش حاجه اسمها شابتر 1 لوحده وشابتر 2 لوحده. المفروض ان انا عندي ال 3 شابتر بتوعي مرتبطين ببعضهم. تمام. في نقطة تانية بالنسبة لحتة الترانسبيريشن بروسيس، عارفين الترانسبيريشن؟ أي أيوة. إنه البلانت بيعمل لوز ووتر أز ووتر فيبر، فبالتالي لما يعمل لوز ووتر أز فيبر بيعمل بروديوس فورس، الفورس بتقدر هيلب أسنت ووتر أبورد. تمام كده؟ هي ترانسبيريشن بول. اللي هي كنا بنقول عليها ترانسبيريشن بول. كل ما تزيد الترانسبيريشن بول او كل ما تكون الترانسبيريشن بول بيحصل لها انكريز الاسيست بيحصل لها انكريز. فلو الهيوميديتي حصل لها انكريز في الاير بتاعنا يعني في رطوبه عاليه جدا يبقى الترانسبيريشن هتقل شويه يبقى الاسنت بتاع الووتر هيبدا يحصل له ديكريز. تمام كده. بص معلش كنت رسم لنا الجراف بتاعها عشان بالنسبة للترانسبيريشن احنا قلنا الترانسبيريشن لما يكون فيه هيوميديتي فيه رطوبة الرطوبة دي بتخلي الترانسبيريشن تقل فلما يحصل ديكريز للترانسبيريشن بروسيس يبدأ يحصل ديكريز الاسنت بتاع الووتر في الزيلم. تمام. في نقطة بالنسبة للليجنين، الليجنين يا شباب بالنسبه للليجنين، الليجنين احنا اتفقنا انه امبريميبل. يعني ايه امبريميبل؟ يعني دونت الاو باسج اوف ووتر، يعني الووتر بس هو بيعمل ابزورب الووتر عشان تبقوا عارفين. نقدر نقول انه الليجنين ده نقدر نمثله بمثال بسيط قوي كده اللي هو عامل زي البامبرز بتاع البيبيهات انها بتعمل ابزورب الووتر بس الووتر ما بتعديش من السايد الثاني. يعني هو خلاص بيعمل ابزورب الووتر فهو من ضمن الكولويدال سابستنس عشان كده بيقدر يعمل بايندينج مع الووتر الموجود في الزايلم عن طريق اللي هي كانت بروسيس اسمها ايه؟ الامبريس. كان في بروسيس اللي هي انه الووتر بيعمل بايندينج مع مين؟ اللي هي الامبريس ثيوري اللي هي كانت كوهيسيف ولا ادهيسيف؟ الادهسيف كوزيف. الادهسيف فورس. تمام. تمام.
كده لو في يا مستر، بس الامبيبسن دي بتاعت بيعملوا ابزرب للووتر. انا بقول انه الليجنين يا جماعه بيعمل ابزورب الوتر، بس الوتر ما بيعملش بص منه، يعني ما بيعديش السايد الثاني، فهو عشان كده كنا احنا واخدينه تبع الامبيرميبل سبستانسز اللي احنا كنا واخدينهم في شابتر 1. لكن هو يقدر يعمل بايندينج مع الوتر، يعني هو هيدروفيليك ماده بتقدر تعمل بايندينج مع الوتر. تمام كده. لو في عندكم اي كويستشن بقى مرتبط بقى المنهج، انا موجود معاكم على الواتس في اي وقت، بقوا ايه اللي عنده اي حاجة يبقى يبعتها لي. ماشي مستر، معلش ممكن سؤال؟ ممكن. واحنا عندنا جرافات مهمة ممكن يسألنا عليها ولا او كده؟ ايه هو؟ ممكن يجيب لي جراف في الامتحان؟ جراف؟ اه ده ممكن يجيب لك جراف، ممكن يجيب لك اي كويستشن، هو عايزك تفكر في بناء على المعلومات اللي انت خدتها. حاول تفكر كده، ما تبقاش انت النمطي حافظ وخلاص، لا. حتى لو مديك جراف مثلا، هيديك جراف ليه مثلا؟ هيبقى مديولك لحاجه معينه. لا انا بتكلم هو يجيب لي ريليشن بين حاجتين، ممكن عادي مش عادي برضه؟ طالما في لينكينج الحاجه دي رابطه بين حاجتين او حاجه معينه، فكر فيها بناء على المعلومات اللي انت خدتها، لكن ما تحفظش المعلومه. انا عشان كده بقول لك دايما حاول تستخدم المعلومه بناء على اللي انت عملت له ستادينج. تمام. معاك كويستشن هتنزل طبعا، هينزله ممكن على موقع بتاع الوزاره اي حاجه كده، فكويستشن قبلك مش فاهمه، ما عارف لقيت الحل بتاعه بس انت مش فاهمه ليه، ابقى ابعته لي وانا ايه اكلمك. تمام. ارجو انه الامتحانات لو كانت في شهر 2، خدوا بالكم الامتحانات لو هتبقى 20/2 او بدايتها 20/2، انتوا هتقيموا في حدود شهر. لو انت سبت البيولوجي هيجي يطلع عينك، هتلاقي المعلومات متبخره، فانت عايز لك شهرين عشان تلمه تاني. فمحدش يعتبر انه دي خلاص احنا خدنا اجازه نص السنه وامتحنا، لا حضرتك انت خدت الاجازه ولسه ما امتحنتش. تمام يا مستر. تمام. لو في ان شاء الله ونتقابل الترم الثاني في ظروف احسن، يكون ربنا ايه خلصنا من كورونا ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم.